الأرجع أيضا إلى والدوري الإنجليزي يعني الأمور الدوري الإنجليزي والأرسنال، عشاق الأرسنال وعشاق المانشستر يونايتد دائما يتابعون صوته المثير والمثير جدا، واللي دائما عبر فضاءات أيضا ما يملأها بمتابعته وتعليقه الرائع فهد العتيبي. قتلوهم كواهم سجلوا في مرماهم. أرسنالي ولا مانشستراوي ولا تشيلساوي فهد؟ مساء الخير فهد. مساء النور، السلام عليكم جميعا، ورحب فيكم ومشعل والأخ صالح والأخ تركي، وتحياتي للجميع وتحياتي للمتابعين، وأشكرك حقيقة على كلامك اللطيف. وش سر متابعتك الدوري الانجليزي؟ وين ما يروح، انا في يعني معلومه منقوله عنك، لا يعني ابغاك انت تاكدها، يعني وين ما يروح الدوري الانجليزي انا وراه، اقصد وين ما يروح في قنوات، يعني اي قناه تاخذ الدوري الانجليزي فهد عتيبي موجود. وش السر فيها؟ والله اكون معك صادق، انا يعني من الناس اللي يعشق الدوري الانجليزي واحب متابعته من سنوات طويله. معلومك. طيب فهد خلينا ندخل، يعني احنا في ملف المعلقين والتعليق الرياضي، اللي كان معنا قبل شوي زميلك ايضا الجميل فارس عوض، والان اسعد بصحبتك، انت ايضا من الشباب الرائع في التعليق. حول هذا الملف طرح الكثير من الامور المتعلقه بالتعليق الرياضي، ويعني من وضع معايير، من يضع المعايير، كيف يختار المعلق، كيف، ما هي المساحه اللي ممكن ان يملاها المعلق، لكن بحكم وان كنت بعيدا نوعا ما، لكن بحكم انك يعني كنت او بدايتك كانت في الدوري السعودي اكثر، وبما انه هذا موضوع شائك شوي بحكم الانديه والانتماءات، الاعلام، رؤساء الانديه، الضغط اللي تواجهونه سواء كان من المسؤول في القناه او حتى من المسؤول في هذا النادي او ذاك، كل هذه الامور وتاثيراتها على التعليق الرياضي، خليني اسمع دفاعك انت اول، او ايضاح النقطه بغض النظر عن دفاع، هو ما هو اتهام، ايضاحك لهذا الامر قبل ما ادخل معك في امور اخرى. هو في نهاية الأمر المعلق كما الإعلامي سواء معلق أو مذيع أو محلل لا غيره، يحتاج في مجاله أن يكون فيه بيئة مناسبة، في جو صحي، في أرض خصبة للإبداع، بعيدا عن الشوشرة، بعيدا عن المشاكل التقنية، بعيدا عن الأخطاء اللي ممكن أن تحدث. وحتى هالشيء لاحظناه في السنوات الماضية، لا أعلم إذا كان الوضع لا زال موجود في قنوات السعودية أو تغير عما كان عليه في السابق، لأنه إذا ما توفرت عند المعلق أو الإعلامي بشكل عام الأدوات النجاح اللي تساعده، فإنه من الطبيعي أن يترك المكان هو موجود. ما هي أهم هذه الأدوات فهد؟ والله يعني هو أمور كثيرة بصراحة، أهم أنا كمعلقين، وهالتجربة كانت معي في القنوات السعودية، في القناة الرياضية السعودية في السابق، يعني في فترة من الفترات كنت وصلت لمرحلة أنه لا يمكن أن أستمر طالما أنه الوضع يصير بهذه الطريقة. بيئة العمل غير مناسبة في الوقت اللي كنت موجود فيه في القناة الرياضية. أتذكر يعني واحدة من المواقف الطريفة اللي صارت لي وأنا أعلق على مباراة مصيرية في الدوري السعودي في 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 الملعب، وكان يوصل لي في السماعة الخاصة توجيهات المخرج للمصورين وتعليمات التحديث بينهم واصل لي كمعلق، وحتى الحديث يكون في بعض الاوقات ياخذ نبره حاده بين المصور والمخرج، وانا كمعلق اتابع المباراه ويفترض ان يكون واصل لي صوت الجماهير فقط. فهذه الاشياء التقنيه ممكن البعض يعتبرها بسيطه، لكن هي تؤثر على المعلق. التقنيه فنية ذلك انه تشتت. بالضبط، يعني هذه ممكن تشتت لك ذهن المعلق. ايضا اذا القنوات المحليه لا تؤمن بدور الرياضه واهميه الرياضه وانها كسب الكثير من المتابعين، وبالتالي يعني الحصول على حقوق بطولات كبيره ومنافسه القنوات الاخرى اللي سبقتنا صراحه بمسافات طويله، فهذه الاشياء ممكن تجعل الكثير الان من المتابعين لا يشك ثقه كامله في قنواتنا المحليه، وهذا ما يحزن النفس. فهد خليني اسالك عن موضوع هام، يعني قبل شوي التساؤل اللي كان انه اهميه الثقافه، لكن قبل اهميه الثقافه وقبل الاتهام اللي تكلم عنه ابو سليمان من كان زميلي محمد العتيبي انه ممكن المعلق يروح يسوي له نسكافيه ويجي، يعني ما حد داري عنه يعني ويسكت، من اللي راقبه، من اللي حدد له؟ ايضا انا بطرح تساؤل اخر واللي طرحه ايضا معتوق قبل شوي من خلال السؤال المتابع للبرنامج عن الصوت العالي ومحاوله ربما التاثير او الاندفاع اذا كان نادي محلي امام نادي خارجي في بطوله خارجيه، كلنا مع هذا النادي، يعني وكاننا نقول احنا معاه سواء بالايجاب او بالسلب، يعني المنطقيه والواقعيه ما هي موجوده ابدا.
ايضا محاوله المحاباه الانديه الجماهيريه على حساب غيرها، يعني ما علي منها، اهم شيء هذه المعها جمهور، هذه المعها الاعلام، كل هذه الاتهامات صراحه توجه لكم كمعلقين، تحديدا معلقين سعوديين. كل هالاشياء موجوده بصراحه، وكل هالاشياء تطرح في الاعلام ولها تاثير على المعلق. وبالتاكيد يعني الاشياء اللي ذكرتها موجوده بشكل كبير، ومرينا في تجاربها كمعلقين عندما نعلق على مباريات الدوري السعودي، او عندما نعلق على مباريات فرق جماهيريه، او حتى في بطولات خارجيه. لكن يفترض المعلق ان يكون لديه الثقه الكامله في نفسه ويبدي رايه بعيدا عن رغبات سواء مسؤولين الكبار، سواء رؤساء الأندية، سواء جماهير مواقع ومنتديات الأندية إلى غير ذلك. المفترض يكون المعلق عنده الشخصية اللي يبرزها على المباراة، وبالتالي هو اللي يفرض شخصيته على المباراة، ولا يحتاج إلى أحد يعطيه توجيهات باهتمام لحساب ملف آخر. إذا وصل مرحلة المعلق أنه والله يتلقى تعليمات ويتلقى كلمات ويتأثر بكلمات من جهة أو أخرى، ففي الحالة تشتت ذهنه، وفي الحالة فقد السيطرة على المباراة، في الحالة ممكن يعلق لك بطريقة تجعله يوجه اللاعبين أكثر مما هو يعلق أو يصف المباراة. وهذه الأمانة موجودة بكثرة فينا كمعلقين وعند بعض المعلقين، لا أقول عن الكل. الزميلي المعلق المتألق فهد العتيبي، مرة أخرى شكرا لك فيما تبقى، سعداء بتواجدك معنا.